التيار الصدري يتصدر انتخابات العراق وقوى قريبة من تحالف الفتح تطعن في النتائج. دعوات للمجتمع الدولي لوقف جرائم الحوثيين في مأرب والتحالف يواصل حماية أهالي العبدية. مايكروسوفت تتهم قراصنة إيرانيين بمحاولة استهداف شركات أمنية أمريكية وإسرائيلية بهجمات سيبرانية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر. نبدأ النشرة من انتخابات العراق، حيث أفادت نتائج أعلنتها المفوضية العليا بأن تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر حل في المركز الأول بعد حصوله على 73 مقعدا من أصل 329، وجاءت كتلة تقدم بقيادة محمد الحلبوسي في المركز الثاني ب 43 مقعدا بحسب النتائج الأولية. أما كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي فحل ثالثة ب 37 مقعدا في البرلمان، متبوعة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نال 32 مقعدا. في ضوء هذه النتائج، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية، واعدا بأنه سيعمل على توحيد صفوف العشائر. كما قال إنه حان الوقت لأن يعيش شعب العراق بسلام وبلا ميليشيات. ومن الآن فصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة، ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، وإن كان ممن يدعون المقاومة أو ما شاكل ذلك، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات تخطف وتروع وتنقص من هيبة الدولة فالعراق عراق المرجعية وعراق الحكماء والعقلاء والوجهاء، وسنعمل على الاستنارة بأقوالهم وأوامرهم ونصائحهم، وسنعمل على توحيد صفوف العشائر، ونعطيهم الدور الفاعل في حماية العراق واستقراره واستقرار أمنه، ولا يرفع السلاح خارج نطاق الدولة على الإطلاق. قبل ذلك، أكد رئيس هيئة مفوضية الانتخابات العراقية أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للفرز الإلكتروني في التصويت الخاص والعام. وتود المفوضية إعلامكم أنه بعد إجراء عملية العد والفرز اليدوي ل 8273 محطة في التصويت العام بموجب القانون الانتخابي، ومقارنتها بالفرز والعد الإلكتروني، كانت نسبة المطابقة 100%، وكذلك تمت المطابقة بين النتائج التي تم نقلها عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة، وكانت المطابقة 100%. من جهته، وصف نائب رئيس هيئة العمليات المشتركة العراقية أن الانتخابات البرلمانية المنتهية تعد أول انتخابات عراقية يتم تنظيمها دون تطبيق حظر للتجول، مؤكدا أن القوات الأمنية ستظل ملازمة لأماكنها حتى عودة الصناديق الأخيرة إلى هيئة المفوضية. هذه الانتخابات لأول مرة تجري بدون حظر للتجوال، وكانت الأمور تجري بسلاسة عالية. جميع القطاعات والوحدات التي اشتركت بتأمين حماية الانتخابات كانت قطاعات
تعمل ليل نهار، وإلى الآن وحداتنا وجنودنا وضباطنا ومقاتلينا من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الاستخبارية لا زالوا في الواجب لغاية هذه اللحظة ولحين إكمال النتائج وعودة كل الصناديق إلى مخازن المفوضية. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تقدم بالتهنئة لكل النواب الفائزين بالانتخابات، مضيفا في تغريدة له على تويتر أنه يتمنى أن يكون مجلس النواب المقبل مجلس عمل ودعم للدولة العراقية كما قال. بدوره هنأ الرئيس العراقي برهم صالح جميع الفائزين بالانتخابات، فيما أكد صالح في تغريدة على تويتر تطلعه بقوة لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في عملية الإصلاح ويعمل على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته. في المقابل أصدر ما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح ودولة القانون وعصائب أهل الحق بالإضافة إلى كتائب حزب الله وتيارات أخرى، أصدر بيانا أعلن فيه الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية وعدم قبولها. وجاء في بيان هذه التنظيمات القريبة من تحالف الفتح الجناح السياسي للفصائل المسلحة أن مفوضية الانتخابات لم تلتزم بالإجراءات القانونية رغم تعهدها بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية وفق البيان. بدوره هاجم المسؤول الأمني لميليشيات كتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري الانتخابات العراقية ووصفها بأنها أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي. العسكري أكد في تغريدة له أن حركته ستقف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها، داعيا ما سماها فصائل المقاومة والحشد الشعبي إلى الاستعداد لمرحلة حساسة حسب تعبيره. أمنيا، كشفت غرفة العمليات المشتركة العراقية أن القبض على نائب أبو بكر البغدادي جاء في عملية نوعية لجهاز المخابرات استدرج بها نائب البغدادي من دولة أخرى. وقال متحدث باسم قيادة العمليات إن إلقاء القبض على سامي جاسم نائب زعيم داعش السابق تم بجهود أمنية عراقية خاصة. إلى الملف اليمني، حيث وجه وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني نداء عاجلا للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، مضيفا عبر سلسلة تغريدات على تويتر أن ميليشيا الحوثي قصفت المناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، كما استهدفت بشكل ممنهج ومتعمد المدنيين من النساء والأطفال بهدف الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا والأضرار بالممتلكات الخاصة ومخيمات النازحين. في السياق ذاته، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 338 استهدافا نوعيا لحماية المدنيين في العبدية بمأرب منذ حصار الميليشيات للمديرية، إضافة إلى 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية خلال 24 ساعة. الحصار الحوثي لمديرية العبدية جنوب مأرب يدخل أسبوعه الثالث وسكان المديرية أصبحوا في سجن كبير. محاولة الحوثيين للسيطرة على العبدية تأتي في إطار سعي الميليشيات للسيطرة على مأرب المحافظة بشكل عام والمدينة بشكل خاص، وتشكل المديرية المحاصرة عقبة أمام التقدم الحوثي ولها أهمية استراتيجية لموقعها على حدود محافظتي البيضاء وشبوة. الحصار لم يخلو من انتهاكات حوثية، وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن ميليشيات الحوثي تحاصر أكثر من 35,000 هم قاطنو العبدية من سكان ونازحين، وتستهدفهم بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ بينما تمنع دخول الغذاء والدواء للمديرية. منظمات حقوقية يمنية أدانت التصعيد الحوثي تجاه المدنيين، وقالت 36 منظمة إن الحصار منع عن السكان أبسط حقوقهم الإنسانية، ما اعتبرته المنظمات سياسة تجويع قاتلة تندرج ضمن جرائم الحرب بحسب القانون الدولي الإنساني.
تحالف دعم الشرعية في اليمن بدوره ساهم في إيقاف اقتحام الحوثيين لمديرية العبدية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن ترك المالكي إن التحالف نفذ 338 استهدافا لحماية المدنيين في العبدية منذ حصار الميليشيات للمديرية. وأضاف أنه تم تدمير 8 آليات عسكرية لميليشيات الحوثي، وقتل أكثر من 156 عنصرا من الميليشيات في العبدية خلال الساعات 24 الماضية. ومع إطباق ميليشيات الحوثي الحصار على العبدية، أشارت تقديرات رسمية يمنية إلى أن الآلاف من النساء والأطفال معرضون لمخاطر كارثية نتيجة وقف الإمدادات الغذائية والدوائية عن المديرية المحاصرة. حسن جوليد، العربية. شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تحسنا ملحوظا في معدلات تشغيل الكهرباء بعد أسبوعين من وصول شحنة الرابعة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية. المنحة ساهمت بالمحافظة على العملة الصعبة لدى البنك المركزي. التفاصيل مع عبد المحسن الحربي من عدن. هكذا أضاءت عدن بعد تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء. المحال التجارية تعمل بشكل طبيعي والشوارع مضاءة. انقطاع الكهرباء أصبح أقل من السابق بعد أسبوعين من وصول دفعة رابعة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية. المنحة الحمد لله يعني يسر الأمور، يعني لما كان من المنحة كان الأمور كان يطافي، كان الآن 12 ساعة طافي وساعتين شغال، لكن الآن المنحة الآن الحمد لله والأمور الواحد يبشر بخير والأمور بتسور بإذن الله. المنحة النفطية لها دور كبير في تنشيط الكهرباء في عدن. وصل هذا الشهر من منحة المشتقات النفطية السعودية ما مجموعه 40 ألف طن من المازوت و75 ألف طن من الديزل، ليصبح مجموع ما وصل حتى الآن 238 ألف طن من الديزل و145 ألف طن من المازوت، من أصل 351 ألف طن من المازوت و909 ألاف طن من الديزل. ساهمت في إنتاجية محطات الكهرباء ب 764 ميجا وات خلال الربع الأول من السنة، كما ساهمت في تحسين خدمات القطاعات الحيوية وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة اليمنية. الكهرباء في عدن سيئة لأبعد حد يعني، بس دفعة المشتقات النفطية هذه ساهمت بشكل كبير في تخفيف انقطاعات الكهرباء في الوضع الراهن، يعني صارت بدل ما كانت تنقطع لها في اليوم 8 ساعات إلى 10 ساعات خفت يعني إلى 4 ساعات. تعمل المنحة على تشغيل 80 محطة كهرباء في اليمن، كما أنها ساهمت في خلق وظائف بطريقة مباشرة وغير مباشرة للعاملين في التوزيع، وساهمت أيضا في نمو النشاط التجاري لكهرباء عدن خلال الربع الأول. عبد المحسن الحربي، العربية، عدن. أعلنت شركة مايكروسوفت أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيا الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية. وقالت الشركة في بيان أن القراصنة حاولوا اختراق حسابات أوفيس 365 التابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار صناعية وطائرات مسيرة ورادارات. كما استهدف القراصنة وفق مايكروسوفت أنظمة المعلومات الجغرافية GIS والتحليلات المكانية وموانئ الدخول الإقليمية في الخليج
والعديد من شركات النقل البحري والبضائع. وقالت مايكروسوفت إن أنشطة المجموعة التي أطلقت على نفسها الاسم الرمزي DEV0343 تتداخل على ما يبدو مع المصالح الإيرانية، وهي تعمل على تطوير تقنياتها، مضيفة أنها اكتشفت الهجوم السيبراني في يوليو من العام 2021 وأنها أخطرت الشركات المستهدفة لكن دون أن تكشف عن هويتها. طلب مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بعدم استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني من الصفر، معتبرا أن الجولات السابقة أحرزت تقدما كبيرا. أهلا بكم من جديد. في تونس أدت الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. أولويات الحكومة الجديدة وأهدافها وأهم ما ينتظره التونسيون من الحكومة نتابعه في التقرير التالي. وخرج الدخان الأبيض من القصر الرئاسي بإعلان تركيبة الحكومة الجديدة. نجلاء بودن رئيسة الحكومة اعتبرت في كلمة خلال موكب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد أن استعادة الثقة في الدولة واستعادة ثقة الأطراف الأجنبية في تونس من بين أهداف حكومتها. إن إدارة دواليب الدولة تحتاج إلى تقييم وتحليل وإعادة هيكلة تهدف إلى ترتيب الأولويات واسترجاع الثقة والأمل وضمان الأمل الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمواطن والأمن بكل أبعاده. الحكومة الجديدة خلت من أي شخصية حزبية وضمت 25 عضوا من بينهم 9 نساء، وهذه بعض انتظارات الشارع التونسي منها. حكومة اليوم لازم تكون اقتصادية أولا واجتماعية ثانيا، ثم يقعد الجانب السياسي هذا لازم نعطيه قيمة بطبيعة الحال، مكافحة الفساد وضمان استقلال القضاء وتطهيره. طالب بمتابعة الفاسدين واسترجاع أموال المنهوبة اللي داخل الوطن وخارج الوطن، سواء كان القديمة منها أو الحديثة. توا لازم نشمروا على الذراع، وخاصة الحكومة الجديدة ماذا بينا تتلهى بالملفات الاقتصادية العاجلة والملفات الاجتماعية العاجلة للشعب التونسي. الرئيس سعيد الواثق من خطواته وقراراته شدد على مقاومة الفساد عبر تطهير القضاء مستقبلا، ما يعني تواصل العمل بأحكام الفترة الاستثنائية. النيابة يجب أن تلعب دورها كاملا، وسيتم إن شاء الله تطهير القضاء، لأن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بتطهير القضاء. وفي أول ردود الفعل عبر اتحاد الشغل عن ارتياحه لإعلان الحكومة في انتظار مرورها إلى الإنجاز، فيما اعتبرت بعض الأحزاب السياسية الموالية للرئيس سعيد أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة حرب حتى تنجح في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في البلاد. مع الإعلان عن تركيبة الحكومة رسميا تدخل الفترة الاستثنائية في تونس مرحلة جديدة عنوانها الأبرز انعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد واستعادة الثقة في الداخل والخارج، في انتظار استكمال مسار تطهير القضاء والمسار السياسي عبر إجراء حوار وطني حقيقي تقطع فيه البلاد نهائيا مع المنظومة القديمة. من ساحة الحكومة بالقصبة، وليد عبد الله، العربية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات عنيفة في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية. وقال المرصد إن طائرات مسيرة وصفها بأنها مجهولة استهدفت فصائل إيرانية عند الحدود السورية العراقية في منطقة غرب الفرات وبالقرب منها. كما أشار المرصد إلى تزامن الانفجارات مع تحليق طيران مسير في الأجواء. من جهة ثانية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الحربية الروسية استهدفت مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب. وذكر المرصد أنه جرى استهداف الحي الغربي ضمن مدينة مارع الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بصاروخ واحد على الأقل، لكن المرصد أشار إلى عدم انفجار الصاروخ وعدم ورود معلومات عن خسائر بشرية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان التي استولت عليها في حرب عام 67 حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق. في تصريحات تشير إلى تعثر جديد في العودة لمفاوضات السلام، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن تل أبيب ستحتفظ بمرتفعات الجولان التي ضمتها عام 1981. إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان حتى لو تغيرت وجهات النظر الدولية بشأن دمشق. بنت أضاف أن الجولان عبارة عن غاية استراتيجية، معلنا أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها. دمشق من جانبها أدانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبرة أن هذه التصريحات تأكيد على انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان السوري، كما وأكدت أن الجولان كان وسيبقى سورياً. إسرائيل تبرر تمسكها بالهضبة بالأمن وأن هناك حاجة إلى الاحتفاظ بها لتكون منطقة عازلة، كما أنها تخشى من إيران التي تسعى إلى وجود دائم على الجانب السوري من الحدود. الموقف الإسرائيلي يرتكز على هذه اللحظة الفارقة عام 2019، معتبرا أنه ليس بالإمكان عودة عقارب الساعة إلى ما قبل تلك الفترة. عصام عبد السلام، العربية. اتهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بأنها السبب الأساسي للتوترات في شبه الجزيرة الكورية، ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم قوله إن الولايات المتحدة هي سبب عدم الاستقرار في شبه الجزيرة، مضيفا أن جهود التسليح التي تبذلها كوريا الشمالية لا تستهدف الجارة الجنوبية. تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي جديد مع ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تزايد الضغوط على العملة التركية بسبب قرار البنك المركزي التركي غير المتوقع خفض الفائدة في الشهر الماضي. وصلت قوات من البحرية الإسبانية إلى جزيرة لابالما لمساعدة السكان بالتعاون مع خبراء الكوارث الطبيعية والدفاع المدني. الزميلة بزاري زار مركز العمليات الخاص بأزمة البركان وأعد لنا التقرير التالي. نحن هنا في مركز عمليات الخطوط الأمامية للحد من عواقب بركان لابالما، إذ اختارت السلطات الإسبانية هذا الموقع الجبلي الذي لا يبعد الكثير عن فوهة البركان ليكون مركز لوجستي، إذ تجد هنا قوات الجيش الإسباني والدفاع المدني والجيولوجيون والباحثون من جامعات إسبانية وغيرها الذين أتوا إلى هنا لدراسة البركان وحمامه عن قرب. التنسيق المشترك بين جميع هؤلاء المختصين يسهل عملية الإنقاذ والإخلاء، لذلك ولحد هذه اللحظة لم يتم وفاة أي شخص بسبب ثوران البركان، وحتى الحيوانات الأليفة والبرية تتم هذه القوات المتخصصة أو المختصة بإخلائها من المكان وإيوائها. هذه القوات الخاصة بالكوارث الطبيعية مكتفية ذاتيا، بحيث في حال حدوث ثوران أكبر للبركان ما قد يؤدي لانقطاع الكهرباء وشبكات الاتصال، هم يملكون أجهزتهم الخاصة كأبراج الاتصال ومولدات الكهرباء وحتى مشفى متنقل محمول على عربات. من القرب من بركان لابالما، ليث بزاري، العربية. في السودان، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إن هناك محاولات لإقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي، مشددا على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا. البرهان أضاف أيضا أن هناك قوى سياسية تحاول إشغال الرأي العام بافتعال مشاكل بين الجيش والدعم السريع، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية في الحكومة الانتقالية خلال مؤتمر صحفي لتوحيد قوى الحرية والتغيير أن حركته ليست ضد قوى الحرية والتغيير ولا تريد العودة إلى الخلف، مطالبا اتحاد قوى الحرية والتغيير بفتح المجال السياسي أمام كل الشعب السوداني والتحرك نحو الاتجاه الصحيح.
أما في شرق السودان فيستمر إغلاق ميناء بورت سودان والطريق القومي للأسبوع الرابع دون التوصل إلى حل مع أطراف الأزمة بين المكونات القبلية في الإقليم الشرقي. محمد عثمان معه التفاصيل. هنا شرق السودان، الأزمة تدخل يومها 25. المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة القائد لهذا الحراك في شرق السودان يتمسك بمطالبه بإلغاء مسار الشرق ومن بعد ذلك حل الحكومة. الحكومة السودانية تواصل مساعيها للحل بين حمدوك والمكون العسكري من أجل إيجاد صيغة وسطى للحل. الموقف الآن في شرق السودان هو التأكيد على رفضنا لهذا المسار وتكوين حكومة تمثل الكفاءات وليس حكومة حزبية. عندما نقول أنه لا بد من تشكيل حكومة كفاءات لأنه نحن نعتقد أن الحكومة الآن الموجودة الحكومة الحزبية غير قادرة أن تخاطب قضايا شرق السودان. قطاع النقل من القطاعات التي تأثرت وتضررت بشكل كبير من الإغلاق الذي حدث للموانئ وللطرقات في ولاية البحر الأحمر. نلاحظ هذه المركبات المعبأة بالمواد البترولية والتي كانت تستعد للذهاب لمختلف ولايات السودان. أغلقت كل الأبواب التي تؤدي إلى كل الشوارع هنا في بورت سودان، وبالتالي حدث هذا التكدس للمواد البترولية وأيضا مدخلات الإنتاج كالصمغ العربي والحبوب الزيتية والسمسم وغيرها أيضا من مدخلات الإنتاج. نحن مضررين، لينا فترة من الزمن واقفين هنا ومحملين المادة هي الفيرنس، ومن بعض البضائع واقفة معانا، يعني نحن متأثرين والله العظيم والله العظيم. أنا ما قادر أضرب لصاحب العربية أقول له رسل لي قروش، لأنه العربية ما شغالة، هيديني قروش من وين؟ هيديني قروش من وين؟ والشعب السوداني كله متضرر يا أخي. نحن ما عندنا علاقة بالسياسة، إذا كان في مشكلة سياسية يحلوها السياسيين، لكن اللي يفتحوا الطريق أن نحن نمشي إلى حلنا. في محاولة للحل، رئيس بعثة اليونيتامز يصل إلى بورت سودان الأربعاء المقبل، وذلك للجلوس مع قيادات المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، والذي بدوره أصدر بيانا يسحب فيه التفويض المشروط لقيادات حزب الأمة، وذلك لجلوسهم مع الأطراف الداعمة لمسار الشرق الموقع في اتفاقية جوبا من العام الماضي. أما هذه الحاويات وأصحابها يبدو أنهم يحتاجون لمزيد من الوقت حتى يفرج عنها. محمد عثمان، العربية، من ولاية البحر الأحمر، مدينة بورت سودان. أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ستضخ 27 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي بحلول العام 2030. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. استراتيجية وطنية للاستثمار أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية 2030 بهدف المساهمة بتحقيق مستهدفاتها. وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، إلى جانب تطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية. ومع إطلاق الاستراتيجية أشار ولي العهد السعودي إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد ضخ استثمارات بإجمالي يصل إلى 27 تريليون ريال حتى عام 2030، تقسم كما يلي: 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بحوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى 3 أضعاف بين عامي 2019 و 2030، ومضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 20 مرة إلى 388 مليار ريال. هذا إضافة إلى زيادة الاستثمار المحلي إلى حوالي 1.7 تريليون مليار ريال سنويا بحلول 2030.
وبتحقيق هذه المستهدفات من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم. وستتيح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة التنافسية وفق إطار رؤية المملكة 2030، كما ستسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ سيتم رفع أسهم القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030. مايا جريديني، العربية. نقلت وسائل إعلام ليبية عن رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا دعوتها إلى اتخاذ خطوات عملية لإنجاز العملية الانتخابية والتمسك بموعد الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل بقوانين توافقية. وقالت رئاسة المجلس إنها ترفض ما وصفته بالمخالفات المتكررة من طرف مجلس النواب للاتفاق السياسي. قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها انتشلت جثث 15 مهاجرا في حين نجا 177 من مكانه على متن قريبين لخفر السواحل العائدين إلى ليبيا، وذلك بعد محاولة عبور البحر المتوسط. وتزايدت المحاولات هذا العام إذ وردت تقارير عن اعتراض خفر السواحل الليبي طريق أكثر من 23 ألف مهاجر ولاجئ حتى شهر سبتمبر من العام الماضي فقط أو شهر سبتمبر الماضي فقط. ذكر تطبيق انستغرام التابع لشركة فيسبوك أنه يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور. كما تخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطل. سجلت روسيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات بوباء كورونا خلال 24 ساعة، ووصلت الحصيلة إلى 957 حالة وفاة وأكثر من 29 ألف إصابة، رغم إنتاج روسيا لأربعة لقاحات وتطعيم أكثر من ربع سكان البلاد. عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في روسيا تخطى ولليوم السادس على التوالي حاجز 900 وفاة خلال 24 ساعة. أرقام وفيات وإصابات قياسية تشكل تحدياً صعباً تقف أمامه السلطات في روسيا عاجزة عن خفضها في ظل وجود أربعة لقاحات روسية. 45 مليون مواطن روسي تقريباً تلقوا جرعتي كورونا حتى هذا اليوم، نسبة تصل إلى نحو 30% من إجمالي عدد السكان، تجعل من مهمة تحقيق مناعة القطيع في روسيا حلماً صعب المنال. أعتقد أن الناس يخافون من اللقاح، ولكن برأيي أن كل شخص يجب أن يأخذ اللقاح، لأن الناس لا يثقون بالسلطات هنا وهذا شيء مخيف. ستة أقاليم روسية بدأت بفرض قيود جديدة على خلفية الارتفاع الكبير بالإصابات، قيود تسمح فقط لحاملي شهادات التطعيم أو الذين أصيبوا سابقاً بحضور الفعاليات الثقافية والرياضية أو استخدام المواصلات العامة، بينما فرضت السلطات في بعض الأقاليم الأخرى التطعيم الإلزامي.